كلام مش أي كلام، الكلام اللي قاعدين عليه الآن جميع الليبيين الآن فاتحين أنفاهم ويبقوا شنو الحل. أنتم الآن اللي كل واحد سبع أنفار يجب أن يعاد النظر فيه، يجب أنكم أنتم السبع أنفار يكونوا من المناطق مزكيين من غادي، مش على أساس اليوم تقول يجيبهم لليوم. إحنا جايين تحضير، قاعدين تحضير مش لتقديم الأفراد، لأن الأفراد في مازال الجبل الغربي بنقولها بكل صراحة معظم قبائله مش موجودة. كم نعطيك سبع أنفار هني؟ ولهذا اللي جاهز يتحمس ريته، واللي مش جاهز أعطونا فرصة حتى نتموا به الموضوع هذا، لأن يا أخواننا راه مهمة اللي يجب تفهموها نجاح هذا المؤتمر وعدم فشله بس. لكن كونك أنت اليوم تقعمس وتدير قرار وتقول ها مدرنا سبعة وغدوا يطعنوا فيه ومن يمثل هداي ومن يدير هداي، وأنا أقول لكم بكل صراحة يجب أنكم أنتم تلاحظوا الكلام هذا، لازم تقفوا على أرض صلبة، لازم تكون المؤتمر يقينا، مش أنك أنت تحط سبعة وتمشي على حالك، مش تديره خلاص. والسلام عليكم.